منين طالع قدام الكاميرا بتقول تعطيه دبل وانا فنان والله لا يسامحه على هالاسلوب. هذه شو هذه سيارتي يا زلمه خلص بلا وقفوا التصوير بديهم بالاخره فين وخذوا لما قلت له بسامح عيب عليك. انا من جهتي بطحبشت له وشه طحبشه. لا يا ابن الحلال مستحيل اعمل هيك. انا عمل لك اذا في شيء لله بتكون روقتني يعني. شيء لله انا كله تمام. انا وياك رصيلهم ليش بالحاره؟ رصي بالحاره؟ ليديز عن جنتلمان، اليوم عنا شخص كتير جنتلمان هيكون معنا ضيف بالحلقة لنقضي نهار تحديات. شخصية كتير 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 بتحبوها. تفضل استاذ هيك مشان السسبنس. استاذ أندريه تحياتي حبيب قلبي. تحياتي لمن دمر حياتي. اليوم نقضي نهار يحكوا فيه العالم إن شاء الله بإذن الله. نعمل هيك تحديات هيك شغل جنان. أول مرة حتشوفوا الأستاذ أندريه بعيد عن التمثيل وبعيد عن كذا. إن شاء الله يكون نهارنا ونهاركم حلو مع الأستاذ فادي. نعمل كذا تحدي أنا وياك. عيونك جاهز جاهزي. بس قبل ما نبلش بالحلقة كنت تعملونا كتير لايكات للأستاذ أندريه وتعليقات حلوة. واللي مو اشترك بالقناة شو بده يعمل؟ اشترك. اي طبعا كل بده يشترك خاصة هلا بالحلقة تبعي. لك هلا شوف الحلقة. بس كأنه عم بيزمروا لك على السيارة. اعطي المفتاح للشاب الفالي بيزبط لك اياه. اعطيه المفتاح؟ اي مفتاح سيارتك هذا الشاب بيزبط لك اياه. زبط له الصفة للأستاذ أندريه. اوكي. يلا بيزبط لك اياه بيجيب لك المفتاح. اوكي. كيفا؟ أهلين أستاذ فادي. شو اسمه؟ علاء الحرفي. مين بتحب أكثر حدا بين الممثلين؟ والله سوري الاستاذ عابد فهد كاريس بشار تاج حيدر اشتقنا. حب المسلسلات الكوميديه. اي طب شو رايك بالممثل اندريسكا؟ والله ما بعرف شيء بالتمثيل بس بالحياه كثير معتاد الزلمه كثير 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 معتاد. اف ليش تعرفه شخصيا؟ مو بعرفه معرفه بس انا يعني انا بشتغل شوفير تاكسي زمانه. وقف لي واحد مطلع لك والله الفنان اندريسكا استغربت. ما بعرف فنان بعرف انه هدول معهم يعني سيارات وكذا. وقفني والله الزلمه قال لي سيارتي معطله انا وكذا بدي اطلع معك. قلت له تكرم عينك استاذ يعني. قلت لحالي اجت الرزقه من الصبح نهار ناشف شوفت عينك الوضع. طلع معلم صار بده يحقق احلامه كلها يمرق عند محل سوبر ماركت بس نازل جيب الغرضين. بعدين اخر شيء صار يقول لي والله انا ما حلو انزل انزل جيب لنا هي قصر. انا شبه الحويص عنده كل شوي انزل لعند واحد جيب له الغرض. بعدين انزل ادفعنا فاتوره النت ادفع منك هيك صار الاسلوب. انا بحاسبه انا هون عم اقول لحالي استاذ وفنان اخر شيء عدم مؤاخذه فيها اكراميه كيف ما كان 10 15 الف غير الحساب متحمله هيك. ضليت انا بالتاكسي شيء اخر شيء صار يروح يقضي زيارات عائليه لحشني انا شوفير تحت وانزل افتح له الباب اخذك طلبتك زبون مثل غيره ينزل يقضي شغلته ينزل يستناني ينزل افتح له الباب. اي عيب سلامت خيره لهون انا قلت مبلوعه خلصنا اخر شيء وصلنا على بيته وكذا. اهلا ما شاء الله. شو اخ شوفير تاكسي مره اخذك طلب ذكرتني استاذ ذكرتني ما انا تذكرتك انا اطمن عليك والله لو يعني انا عجزتك يسلم لي هتم ما شاء الله عم يعمل فيك مقلب كان وكمان دابع لي فاتوره النت. انا لهون ما انقرقت منك استاذ وهذا شغل واحد بيتحمل بالشغل طبعا بس عدم المؤاخذه اخر شيء اجينا وقت الحساب قال لي قديش قلت له 30000 30000 اليوم استاذ فادي ساعتين عم بفتل معه قال شو بدي ادح صفيره كانه بحياته مو راكب تاكسي كمان 30000 انت اذا قصه قديمه انت طبيعي ولا في عندك ما صار لك 5 شهور لا يا استاذ الله يسامحك انا طالع معك وتكون هيك يا زلمه انت تكون تدخن ما انا والله يا استاذ فادي الله يتوب علينا من هالشغلات بس انت اذا نسيان استاذ يعني هي موضوع بيرجع له شكله دور ابو جانتي مأثر عليك شوي زياده هذا الواخذ والله هلكتني يومي انا ليه جايبهم هدول فادي بشرفك مو انت هلا ليك تاكسي تبعه لانه على اساس انا بدي اقضي يوم حلو مع فادي. شو هل مش مو حلو استاذ؟ لا كل ركبلك انا ما بعرف الله 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 مرحبا عليك. ما حاسبك بالطلب ولا حاسبك؟ حاسب قديش؟ قلنا له 30000 ليره. ايش بيقول لي؟ نسينا اللي امبارح رحت هيك كنت متوقع الله يسامحك هذا 30 في منه 8000 ليره فاتوره دافع له اياها يعني انا 22. ايش بيقول لي؟ اللي امبارح طلعت نفس الطلب دفعت له 6000. شو امبارح طلعت نفس الطلب؟ ما انت فتلت سوريا انت نفسك قل له عد شو طلعت ما بيعرف
بتنافتك. انا بالسنه مره بضطر اطلع بتاكسي. وقت اطلع بتاكسي السنه الماضيه على حظي نحس بدي اعرف قديش. بقول له قديش؟ بيقول لي مثلا 10 بعطيه 20. ما عارف هيك قدام الكاميرا بتقول بتعطيه دبل وانا ساعه عم فاصله. اقصد حسابك عندي حسابك سلامت خيرك. انا والله مو مشال مصاري. فادي وين اليوم الحلو لك حتجنني انت؟ ما بعرف ليش هيك حظها. شرفك ما عم تسلبها لتعمل ترند مع لسا. لا والله جدي انا بفهم بالترندات. انا شوفير تاكسي يمكن موبايل ما عندي. قال اسلمها. بس هذا من مؤاخذه استاذ معلش واحد طلع معه. نحن يعني مبينين كادحين وعايفين حالنا. كرمنا برشين. مو تقول لي بيشتكي عيب قطع الاعناق. ما بطلع بتاكسي الا ما بقول له شو الرقم بعطيه دبل او اذا مو دبل. انت في عداد ولا ما في عداد؟ ما في عداد. والله عداد ما عندنا. بس نحن والله هذا كذب. هلا كذب اللي انا حكيته ولا اللي انت حكيته؟ معلش جاوبني. لا والله اللي انت حكيته. الله يسامحك. الله بيعلم. الله بيعلم. دخان انت شيء؟ لا والله انا ما بعرف لا دخان ولا شيء. يعني انت عربان شو عم تحكي ولا شو شايفني مجنون؟ عني انا ولا عن حدا غيري؟ خارط لك شيء وحده سيمو قصه. والله لا والله سبب علينا. نحن ما لنا بهالشغلات. انا عم اقول لك موقف صار معي وانت عدم المؤاخذه اذا انزعجت انه قدام الكاميرا تذكرتني بدوري بابو جانتي. رفرفت نفسك. هلا اذا واحد طالبك بحق بيكون رفرفت دغري نتعدى هنيك. انا بدي حسابها. خلي لا ما قال لي قد حسابها. لا ما تعطيه بيثبت علينا. اعطينا 50,000 يا روح كذاب. انا اعطيني حقي انا. قديش حسابها؟ اعطاني 6000 ليره. اعطيني كمالتهم 18 18 ألف. ما عم تقول لي في فاتورة اثنين؟ لا هي خليها علي فاتورة النت. ما بدي اياها وما لا بدنا نربح بس حق البنزينة. لك والله عم نعبي البنزينة. هاي 18,000 ها؟ انت بدك تحلف يمين انك لحظة حلف بشواربة في اغلب يمين يمين. لحظة لحظة لا اعطي المصاري لحظة. لا بشواربة في اغلى منه. لحظة إذا هروا قدامكم أنا كذابة. هي الكاميرا ليك ها؟ لك شو نحن باب الحارة شوارب مدري مين نتعامل. نقول لك أنت حليف يمين. بدك تحلف يمين على الكلام اللي حكيته أنت. هلا أنا أحلف يمين. لحظة ما حد زي يحلف. لحظة حليف على شوارب. لا خذ مني 25 ولا أطلع يمين. خذهم مني. لا ولا أحلف يمين أنا على هيك قصة. لا ما بحلف يمين على قصة مثل هي. أنا بدي أحلف يمين. شو بدك تحلف يمين؟ شواربي ما عاد عجبوه. وصل شواربي ما عجبوني. حط إيدك على شواربك أني كذابة قدام العالم تحدي. قدام العالم عم بيشتغل هذا الكلام. شو نسيان هو نسيان خيو هي حسابها. لا 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 خلص مو محرزه. لا والله لا والله مو محرزه. لا ما بحرزه خلص ما في بيناتنا. معناتها بلانا ما بدي اياهم بالدنيا. وصلت الفكره؟ ايه بدي اياهم بالاخره. ايه وخذ ما قلت له بسامح عيب عليك فنان. والله لا يسامحوا على هالاسلوب لانه كسر خاطري. انا مو كسرت لك خاطرك. انا ساعتين انت كذاب كذاب ما بصير تحكي هذا الكلام عنك. لك استاذ خيو خلص الله يعطيك العافيه. الله يعوض عليك. لا 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 طول بالك لانه كانه يعني انت جايب شو عم يحكي علي. هذا كلام ما بينعرض. هذا كلام ما بينعرض. هذا كلام ما بينعرض. لحظه لانه كذب. ما بسمع لك تعطي مصاري استاذ. انا ما بسمع لك بعد الكلمه. انا بعتذر. انا حقي اخذته وحقي لك ماله عند الله. بس على هالاسلوب ان شاء الله يا استاذ لا تخليني انطقه. لك مو قصه هيك. انت ما بتحلف على كلامك. حلف يمين على كلامك. مسكت الشوارب عندي ما لها هيني عند الزلم. عند الزلم خمس مرات. رضيت انت تمسك شواربك؟ الكاميرا عليك. ها ها على شو بدي امسك شوارب؟ على انه انا كذاب. انا من اليوم رايح لا تزعل مني. اذا بشوفك واقف بالطريق ما في حدا. صح لا طلع ما حي. والله يسلم لي. شكرا لك. ما حيشوفك مطوم بالصف. انا اذا بشوفك ماشي هيك بمشي هيك. صرت ربيتك على الكذبه. انا هذا من حسن حظي. انا مبسوط. شكرا لك. شكرا انت لك يا ابن الاصول يا استاذ فادي. عن اذنك استاذ فادي شرفت معرفتك. شكرا. خلص ماشي الشغل كله 18 كله 18 حاجه يا فادي والله. شرب شرب مي. اعطونا قهوه كمان بعد. خليني ازعل يا زلمه. انا يعني العالم اسمع. وانا ما بعرف يعني يوم جوك وكذا. بس ما العالم اليوم بتحب احيانا تبالغ. يعني بجوز رفيقه صايره قصه ببالغ بيقول لك بكسب مشاهدات بصير ترند كذا. فانا بدي اسال الحديث. عم بعطيه مصاري خلص يعطيك العافيه يا حسابك. انت بدك ترند لبرنامجك. لا لا انا عم بصر الحديث. عم بصر لك لا الحديث. لا تجادله يعني انت من الاول. لا تجادله. مو لا تجادله. هذا ما نو حقيقي. ايه شو اللي ايه شو اللي مصلحه. انا واحد مارق بالشارع صف التاكسي ونزل بجوز هو شافك بده يتبلى. انا مالي علاقه. انت صاحب برنامج يعني ما فيك تجيب واحد انزل بالتاكسي واحكي هذا الكلام. كيفا؟ الله يحييك بسلام. شو اسمك؟ ابي نار. ابي نار والنعم. مين تحب من الممثلين السوريين؟
والله ان جيت لي بهاللحظه حالي مو طايقه. مو طايق حالك ابدا. بسالك عن فنان محدد انا. سؤال لنشوف. شو رايك بالممثل اندريس كاف؟ اندريس كاف مو هذا رفرفيت؟ مثل هذا الدور مزبوط منيح. حبه الله يحد الله وينك يحضيني فيه. ليه؟ لانه متخانق مع الطيره والمود ابدا مو تمام والحاله تعبانه يا ليلى. شو واشم هون؟ واشم للطيره. هي اي هي 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 وينك هي لك هون الينال وشمت بعد ما تركنا الينال صعب المنال. الينال صعب يعني ما عاد في رجوع. اطلعي من راسي. ما في رجوع. لا تركتك هي يعني ما بتمشان هيك مدة خصوصياتي على الكاميرا. ايه شو حاطت هون بتمها؟ شو هيك ضروري تفضحنا قدام العالم؟ شو حاطه؟ شفره. بدك تستعصي بحالك؟ لا اخي هي اذا طلع هيك زعجني بالطريق ضبط الامور. انت دير بالك حالك. انا داير بالك. تقبرني بدون شفطر الله يرضى عليه. حبيبي احلى من الفيديو. المهم اذا هلا شفته للاستاذ الفنان ايه اندريس كاف ايه. شو بتوجه له رساله؟ والله احلى زلمه اندري بيفهم واموره رواق. زلمه اصلي وفهمان الحياه صح لانه ادواره كلها تم كلها على الاصلي. على اصلي أيوه. كيف بتحب كل الادوار يعني اكثر شيء غليص ورفرفت. شو رايك اقول لك انه الاستاذ اندري واقف وراك هلا وينه؟ هيك تلعب فيني لك فادي. الله حيو. جيت بوقتها فرفح قلبي. هلا عم بيقول لي الله يحضيني فيه للاستاذ يعني لو طالب مليون ليره كان احسن لي انا صراحه. حبيب قلبي حبيب القلب كيفك طمنا عنك؟ والله الحمد لله. شلون الامور؟ ماشي الحال الحمد لله. شو اكثر شيء بتحب له يا للاستاذ؟ بحب رفرفيت دختي دختي قصاص قبليلة حكايه بس احزير. شو بشتغل يعني؟ شو بشتغل؟ بينال يعني تاركته الطيره. تاركته حبيبي. حبيبتي ما في وقت شغل والسكه دائره هالايامات ما عم نشتغل شيء. ايش تاركتك الطيره؟ كنت عم زيف هيك لطيرة تانية عم كمشتنا بالوضع و... بك تدير بالك. ما كنت مرفرف مزبوط انا وقتها ما عرفت اتصرف. ايوه فالله وايدك هلا يعني اذا في شيء لله بتكون روقتني. يعني شيء لله شيء لله يعني حزير. شو بده وضع؟ تعال لقلك يا لا شو بدك تدخن؟ سامحه يعني وينك بده بده الموضوع ده هلا حزير. شو انا واصل لوضع حزير؟ شو بده كرتونه كراتين تامل وكرتونه كراتين شاي ووحده بدك تدخن الامور تطلع على الارض. اعطينا يا صحيح. انا هلا قلت انا قلت من زمان. طب هلا قلت لك كرتونه كراتين تامل. انت اذا قلت اذا شفتني بدك شو بدك تساوي؟ بدي شيء لله. شو بدك؟ شو طب خيو تدخن يعني؟ تدخن تمثيل تمثيل. هلا بس سؤال تمثيل مو من الواقع يا اسم الله انت. نحن بناخذ تمثيل من الواقع بس انا بنمثل شخصيته هو بالحي. يا كبير يا كبير يا طاز راسي انت نجم هاي ما حدا بيختلف عليها ولا حدا يحكي غير هيك شكله محكمه قدامها. طيب بس يعني مو لهالدرجه يعني ما في نجوميه جايه بالدور 100% الا ما يكون في شيء هيك وحده هيك بيقتبس شخصيه من شخص مو من حاله. شيلنا 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 من رفرفت خيو. شيلنا اصلا هلا الوضع ما بمشي بالتامل انا للحال اللي واصل له. الله يجيرني ما انتحر. والله الله يجيرنا نحن لانه بتعرف شو وعدني بنهار حلو. هي والله احلى من هيك نهار. هي ابي نال صعب المنام. حدا عم نشوفه يعني احلى من الثاني. انا وينك العالم تبعت لي على الواتس هذا الواتس اب الواتس اب في انستغرام ببعثوا لي ابي نال نتصور معك بقول لهم ماني فاضي. شو ما بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال. انا بقول لك بدك راس غليس. يقبرني ربا ما انا لك انت يعني بدها وحده بدي اصدمك بدي اصدمك انه حتى هي تمثيل كمان. هي تمثيل كان حقيقة. اعطينا هيك شيء حبت لما مات عبود ورجعت تشرب ومدري شو. انا هذيك المره ما ترفيقي صرت اشرب سيمو كثير مشانها. مقتدي فيك كنت مقتدي فيني يا شو تمثيله. قول هذا الشيء مو منيح صح والله. انا شوف بالتلفزيون بعمل بالواقع. لا يعني شفتك بغلس غير هدول شغلتين في مليون شغله منيحه. لما طلع غليس شو بقول لك؟ لا هدول لما طلع غليس كنت اول السكه ما كنت اشرب سيمو كتير. فلما صار ابجانتي قلت الامور صارت رواق تاملات. وقتها فتحت السكه قلت يا رب اذا الممثلين هيك ما وقفت عشان سكتهم للي هذا كله تمثيل. خيو طيب حسين شو؟ بالله اعطيني اعطيني رقم موبايله. شو بدك رقم موبايله؟ رقم موبايل بالله اعطيني. مو مشمرك موبايل؟ ما بعطي رقم يا حبيبي. طيب مو مشمرك جهازه ما فيه رقم. بعت له على الانستغرام. على الانستغرام؟ طيب بس يكون بدنا تامل بقول لك بدنا سحاره كوسه. سحاره كوسه سيمو بقول لك شو اسمه كم سيمو
دي كم محاضرة هاي هيك البتكات بين عنا بالسكاب. خلاص تبعت له وتكرم. بس حزير شو؟ والله ما روقت كثير يا زلمة. مشكور يا أبي أنا. شكرا أبو ينال، أهلا وسهلا فيك. ما حتحكي لنا واحدة تأمل شي لله وين؟ لك شو أي خلاص. أحلى أبي أنا، يعطيك ألف عافية. كيفة؟ أهلين الحمد لله. شو اسمه؟ جمانة. قد عمرك جمانة؟ ها 53. مو باين عليك، باينة بالعشرينات. ايه تسلم كلك ذوق، خجلتني. مرتبطة؟ متجوزة وارملة. الله يرحمه. تعيش. جمانة بدي اسألك عن ممثل هيك سوري، شو رأيك بالفنان أندريسكا؟ لك ليش دمعتي؟ شبه؟ لأنك فتحت لي جروحاتي. ليه؟ لأنه بيشبه المرحوم جوزي كتير 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 كتير، كأنه هو. بيشبهك؟ كتير وبحبه كتير لهيك. هلأ عم بشوفك شو بتقولي له رسالة؟ بحبه كتير كتير لأنه فولة، يعني بيشبهه كتير 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 للمرحوم كأنه فولة وانقسمت نصين. بيشبهه كتير كتير كتير. فولة أنه فولة. أنت قلتي لأنه فولة وسكت. لا بيشبهه كتير كتير، بيشبهه فولة ومقسومة نصين، كأنه هو هلأ لو قدام بشوفه. طب حزري شو؟ خلص راتبك. طلع هيك وراكي بتلاقي الأستاذ أندري. مرحبا. قال بتشبه جوزها المرحوم كتير. شلونك مدام؟ بيشبهه كتير كأنه هو، يعني هو هو قدامي هلأ موجود. قربي هون لهو. هو موجود هلأ كأنه. شو اسمه المرحوم؟ أندري. كمان اسمه أندري. ايه. أندري بيشبهني؟ كتير. وين ساكنين أنتو؟ ساكنين بالشام، نواحي المزة. نواحي المزة، أنت مو نواحي المزة. كثير بيشبهه كثير، يعني جوزي بالمزة انا من زمان. بس ماني ما توفيت. لا ما توفيت. لا عايش يعني. شلون طولي بالي يعني هيك اسمه اندري. بعد حب كمان بس 5 سنين وتوفى وبعدني بحبه لهلا. لا 5 سنين توفي. هلا صراحه كثير ناس بيقولوا لي انه انت بتشبه واحد قرايبنا بنفس الشكل. والله انت عشان تشبه خالي كمان. ها تماما. والله كل ما تطلع بيقولوا وحياة الله دائما بيقولوا انه بتشبه خالي، بتشبه ابن عمي، عارف شلون؟ انه نفس الشيء. من الشبه 40 هي طلعت بتشبه جوزي تماما. ايوه والله. الله يرحم. الله يرحمه. الله يطول بعمره للاستاذ. الله يطول بعمره. انا هلا كثير مبسوطه اني رجعت ذكريات جوزي فيك. بتمنى اطلب طلب وما يخجلني. هاتي لنشوف. طيبني. بس نوقف هون لو سمحتي. مدام. حابه انه هيك رجع ذكريات المرحوم. أنا وياك. شو عندك ترجع ذكريات المرحوم؟ إنه يا زنبافة نتجوز. شو تجوزي؟ متجوز هو. عيشك أحلى عيشة واللي بدك إياه بيصير. لا أكيد لا. متجوز الأستاذ أندري. شو المغريات؟ هاتي لنشوف. والله علي هزة خسر، أهل الشباب الحارة كلها بتتمنى. علي شباب الحارة؟ أصيلهم بالحارة؟ كل شيء بدهم ياك. كل شيء بدهم والله. المهم إنك توافق نتجوز. ترى أصيلهم ليش بالحارة؟ راسي بالحارة؟ هزت خسر غير شكل. ورجينا. شو بتحب غني لك؟ وبتغني كمان؟ طبعاً. كمان. يا سلام. شو بدك أحلى من هذا؟ أنا رح أغني لك. فادي نهارنا حلو اليوم معنا. لك. رح أغني لك. شو؟ تعبتي قلبي أي غزال، آجي يمين تيجي شمال. تعبتي قلبي أي غزال، آجي يمين تيجي شمال. جوزي وأنا حرة فيه. جوزي وأنا حرة فيه. جوزي وما حدش فيه. هرب الزلمة طفش. بدك تاخدي منه جواب تحت الهواء. على الهواء ما حيقدر. لا تحت الهواء ولا فوق الهواء. أنا آسف. هلا بدي الجواب. لا أنا عندي مبدأ بالحياة ما بتجوز واحدة تانية. أنا بدي أتجوزك يعني. أنت تجوزين وأنا أتجوز. المرحوم جوزي يعني بدي أرجع ذكرياتي. الله يرحم. الله يرحمه. ونحن هلا هيك شفناك صدفي وأهلا وسهلا فيك. باي باي. لا حبيبي يا الله ما يبدأ. لا أعطيك بوسة ثانية. بوسة لا طولي بالك. طب ضمي. طب عبقري. شو ضمي؟ حتضميني إلك. طب بدي جوزي. أنا تذكرت جوزي. وقفي هيك. وقفي هيك. إيه خلص عندي. بس لا تقربي شوي. بس شوي. عارفة شو؟ أنا هلا اكتشفت سبب الوفاة تبع جوزي. شو؟ اكتشفته أنت؟ أكيد بده يموت. أسكت. بده يموت بدبديبك. حبيبي بدي يعني ما تجن يعني شو طيب بس يعني ولو هيك انه بس طولي بالك ليش انت كثير شرسه يا مدام شو اسمك يعني شفته فكرت جوزي يعني تذكرت جوزي يا مدام طولي بالك تذكرت جوزي ما عاد فيني ايه طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك خلاص باي مستشرسه العمرة بالاذن نحن رايحين وما حيمشي لنا رح بستناه ليرجع شباب حدا يروح يجيبه والله ما عاد يرجع عبوده جيبه ما حيمشي الحال والصبيه بس كمان يعني هلا انا بدي اروح ايه خالصين طيب ايه قل له لكن يلا باي بعد راح هدول بشربك مو انت بتجيبه النماذج ولا هي
لا يا زلمه مستحيل. بدري شو صار لها؟ بدها اياه؟ لا غير رايك بس طالع كلها وجهها حلو بتضحك يعني. بدك رجعي هرب. بس كلمه يا حبيبي، تعال لك بس كلمه واحده. طب كلمه وبعدين بروح. بس كلمه واحده وبس كلمه بس ايه بعد اذنك. بس كلمه واحده بس رح اقول لك. بس كلمه بس بدي له كلمه. بس كلمه شو بدك تقولي؟ بس خليت لك كلمه. بس كلمه بدي لك كلمه. طيب ضمي ما رضيت، بوسه ما رضيت، بس كلمه. طيب ايه رح تمري حبك لاخر يوم بحياتي. باي باي. خلص تحبك المخلوقة من الحب ما قتل. ايه بس ما بتغير رأيها؟ لك لا بس يعني والله. شو اسمه؟ هاشم. هاشم مين أكتر حدا هيك بتحبه بالممثلين السوريين؟ أستاذ بسام كوسا، مدام والغالي على قلبي النجمة سلمى المصري. حلو. وفي كتير يعني اسمه. صادف شي مرة حدا منهم شخصي؟ كتير. وين صادفهم كتير؟ بحسب شغلي يعني. شو بتشتغل؟ مشرف إنتاج. مشرف إنتاج؟ نعم. تعمل مسلسلات ولا؟ لا مسلسلات دراما. دراما؟ نعم. حلو، قد ايه صار لك تشتغل مشرف إنتاج؟ صار لي حوالي شي 5 سنين أو 6 سنين. حلو، معناتها بدي أسألك عن ممثل أكيد بتعرف. تفضل. شغل كتير أعمال أنت؟ يعني الحمد لله تمام، أموري تمام. طيب. شو رأيك بالممثل أندريسكا؟ أستاذ أندري والله غالي على قلبي، بس فيه شغلة بيتأخر كتير عن. اشتغل معه أنت؟ إيه. كم مرة متأخر عليكم؟ كتير. شي مرة جاي على الموعد؟ ولا مرة الحمد لله. ولا مرة جاي على الموعد؟ والله ليك هي ما حقدر جادلك. هلا هو وراك على فكرة. مرحبا. هلا أستاذ أندري على راسي. كيفك شو وينك؟ مسكني ومسكك. الشغل مشرف إنتاج موارد إذا بتعرفه للشاب اسمه هاشم. أهلين أستاذ هاشم والله. بس نحن يعني للأسف والله. اللي هو عايدة؟ المشكلة ما بنقدر يعني نعرف كل الناس، أنا صراحة ما بعرف إذا ملتقيين ولا لا. ملتقيين كتير، في مرة كمان أنا في تصوير رح جبتك أنا من بيتك بسيارتي. هو صراحة عم يحكي يعني في شيء من الحقيقة. أنا قال لي ليش أنا ما فيني جادله؟ لأنك أنت اليوم تأخرت على ساعتين. لأنهم هن تأخروا علي. مين هن؟ اللي كنت عم صور معهم. ليش تأخروا عليه؟ لأني أنا تأخرت عليهم. في تأخير يعني. أي ساعة كان موعدة؟ كان موعدي الساعة 9 الصبح عندهم يعني لازم. لازم تكون 9 الصبح. أي. أي ساعة كنت عندهم؟ كنت عندهم الساعة 1. شو كلامي صح؟ أحيانا بيصير معه ظروف والله العظيم. أنا عندي بهاي الفترة يعني ظروف صحية. سلام. عرفت شلون؟ وعندي ظروف كمان بيئية يعني عندك المي. اجت انا لما بدي اطلع من البيت اجت المي. اجت المي وعندي حديقة لازم اسقيها انا. انت تسقيها بيدك كل يوم؟ ايه بدها شي ساعة ونص ساعتين. ايه فلا عم تحكي مظبوط. بس احذر شو هي قصة اغلبها ظروف والله صراحة ما بتعمد اني مدير انتاج او مشرف انتاج رايح اجيبك على البيت. هي كثيرة يروح يجيبوك من البيت. ايه حصلت اكثر من مرة صحيح مظبوط. ايه نطعنا كمان الاستاذ نطعنا من البنزين والاستاذ اندري دبرنا شي 10 تقريبا. انا هذا بردلنا يا زلمه طول بالك عم زحمه بكون بعطيهم من سيارتي او مخصصات سيارتي. في بنزين يعني هلا اي حدا بده بنزين تواصل معه. لك لا البيت السبع ما بيخلى. احيانا انا مثلا مشان سيارتي بحط شو اسمه لك انينه يعني انينه كوره معبيه بنزين. ماشي يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا كثير. شكرا كثير. مشهور طلعت بس دولية. ما بقدر هون كذب لانه صارت معكم يعني تاخرت عليكم وانا اسف. هي بعتذر خلص. كيف الشباب؟ تمام. انت كيفك؟ كيفك كيفك؟ هلا هلا. شو اسمه؟ سعيد. اشرف. وحيو الشباب. تلعب حدي؟ اي والله. مين تحبوا من الممثلين السوريين؟ بسام كوسا. ايمن رضا. تحبوا الكوميديا يعني؟ يعني قلنا بهيك قصص. شو رايكم بالممثل اندريسكا؟ ممثل؟ حاسب لي يا ممثل يا زلمه من كل اعلاه. لا يا زلمه ما شو بالتمثيل، ما في شيء بالتمثيل. ما بتحبوا لاندريسكا؟ لا والله. وحتى انت ما بنحبك يعني. ما بتحبوني كمان؟ لا والله. على عيني الشباب. بنحب هيك الوزاني ما وزاني يعني ما كل شغله مياع وما مياع. الله يسامحك. طب ليش طلعتوا معي زي هيك؟ والله انتوا وقفنا عم تسالنا. حبينا نجاوبك. ما حضراني له شيء للاستاذ اندري؟ ولا بنحب نحضر له. ما بتحبوا تحضر؟ لا لا لا. بنحضر له شوي يعني من قصص وفصوله. ما بدنا نحكي هلا خلينا ساكتين. بس نقرب شوي لهو. ما حضران له ابنه؟ لا ابنه لا بحب احضر له. طب اذا شفته شخصي يعني شو بتوجه له رساله؟ انا من جهتي بطحبش له وشه طحبشه 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 يعني لهالدرجه. والله انا بتمنى اشوفه شخصي هيك. في هيك كم سؤال هيك بتمنى اشوفه شخصي. شو عامل معكم الزلمه؟ اخي انت مو شايف باب الحاره؟ مو شايف شو عامل بين حاره الماء وحاره الضب؟ تمثيل. يا شو تمثيل يا زلمه؟ لك مبين عليه والله العظيم. ما في شيء شخصي بينك؟
أنا شخصي بيني وبينه لا، بس يعني خلاص حلوة الوزانة. حلوة الوزانة، يعني إذا شفتوه شخصي شو بدكم تقولوا له؟ أنا بنشوفه شخصي وما بنتصرف نحن. شو بدك تصرف؟ أنا من جهتي ما حأحكي، حطحبش، دغري فورا حبلش طحبش. روّي. شو روّي؟ ما روّي يا زلمة، روّي ما روّي، لك يوزن شوي يا زلمة، شو ضحك علينا العالم؟ شو ضحك علينا العالم؟ سؤالي يا عصام، يا زلمة موت أبو عصام، حدا بيموت أبو عصام، الأعمار بيد الله، بس حدا بيموت أبو عصام؟ ما بعرف شو بدي أقول لك. ما لنا منشوفه شخصي. ما بعرف. ما لنا نشوفه شخصي؟ ايه والله يا ريت. هلا يا ريت نشوفه. طيب هلا انا ثانيه بس ثانيه بدي اسلم صور على شغله. ايه ابو ضه. طول بالك انت وياه. طولوا بالكم. هلا بدي لكم شغله. الاستاذ اندريس كاف واقف وراكم. وين هون؟ ليكو بس ليكو. لا 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 لا. طول بالا. طول بالا. نزل إيده. لا لا. شو دخل أنت؟ هلا شغلة. أبو عرب مو اللي حاميلك. بدنا. نزل إيده. هدي استاذ. شو عم تعمل؟ نزل إيده. لا تعيد استاذ. الله يخليك ها. لا لا. طب. أنت نزل إيده. شام ما. بس شو شيء ما بيعرف. هلا حكي كلمة بس. ليش عم تزيد بلا بيناتهم؟ ليش عم تزيد بلا؟ ليش عم تزيد بلا؟ أنا بحياتي ما موجه هيك ناس لو سمحتوا. شو مو عاجبينك الناس مثلا؟ شو مو عاجبيني؟ شو بس نزل إيدك لا تشوبر. شو تشوبر؟ نزل إيدك لا تشوبر. نزل إيدك أنت عم تحكي معنا. نزل إيدك. نزل إيدك. ما عم عيط. نزل إيدك أنت عم تحكي معنا. تمام؟ طوق بعدك. شو عايز بعد شوي؟ إيه بعدت يعني بعدت. بس شوي. طيب ليش عم تزور؟ ليش عم تزور؟ ما عجبك قل لي حبيبي. شو المشكلة؟ أنا عادي إذا حدا يعني إنه ما حبني كممثل أو كذا، أما يحكي بهذا المنطق اللي أنتم عم تحكوا فيه. شو هذا المنطق؟ أنا ما حكينا مثلا كل شيء. هذا تمثيل تمثيل. ما عجبك حكينا؟ طول بالك. لا تدخل. بعد شوي. لا انت حبيبنا، انت حبيبنا وتاج راسنا، وحبينا نمزح معك ونهزل ورد نشمه. طولي قلبي انا شو دخلني انا شفتره الغالي ونحن بنكبر فيكم. لا بس يعني استاذ انتوا شو خطا لكم تعملوا معه هي محبه ونحن تمثيلك كثير ما دخلني فيهم مستغرب القصه وتمثيلك هن شايفينك شكلهم عم يمزحوا معي. انا بحياتي ما حدا حكى معي شو هيك عصبتوني وعصبتوا الاستاذ. سامحنا استاذ. هي شو بدي سامح انت موزت الورد، انت قطفت الورد قطف. الله يسامحك على عيني الشباب. يعطيكم العافيه استاذ فادي. الله يعافيك يعني نافش حالك على الفاضي حسن. لا هون ما هيك استاذ ما حبيتها منك والله. يعطيكم العافيه يا شباب. يعافيك يلا يعطيك العافيه استاذ. هن شكلهم لامحينا. انا حتى وينه مثل ترعبه يعني. لا بيقولوا لي اذا بنشوفه بنعمل وبنساوي، بس هدول غالبا ها شايفيني واقفين انا وياك جايين هيك عارفه اخلوني مغافل. فادي يعني على اساس انه يومنا رح يكون حلو. كيفه؟ تمام الحمد لله. شو اسمه؟ اسمي فراس. فراس مين هيك اكثر حدا بالتمثيل الكوميدي بتحبه؟ في عندك الاستاذ غوار طوش كثير كثير وحش يعني. حلو كتير. مين كمان؟ هلا كتار يعني بس ما بعرف مين بدي اعدد لك منهم، بس يعني اللي كوميديا ذكرني. طيب يعني ايمن رضا. ايه اندريسكا. لا لا جيب سيرته. بتحبه لاندريسكا؟ ايه قصة ما بحبه، قصة عمل معي مرة فصل ما بعرف. اندريسكا عمل معك فصل؟ ايه في رفيقتي عندها تصوير بلوكيشن، قام قالت لي انه بدي اعمل بروفا معك، فرحت على التصوير وكذا. ممثلة معروفة ولا كومبار؟ لا ادوار ثانوية. قام قالت لي انه تعال اعمل معي وكذا، فرحت فشفت الاستاذ هنيك اندريسكا، فقلت له ليك يا الله عن جد هذا حقيقي ولا كذبي ولا مدري شو؟ قام قالت كذبي. لا حقيقي. ايه المهم من سيرة لسيرة قلت لها بحياتي خليني اتصور معه. قام راحت حكيت معه، ما قصر معي الاستاذ وايش بتصور معي الامور رواق. فخلصنا وراي على البيت، فبتطلع على الموبايل هيك عشان نزل صوره على الانستغرام، لاقي انه عمل حركه معي. حركه معه؟ ايه حركه بالصوره، حركه بذيئه يعني بالايدين. وشوشني اياها. ايه فهون يعني لك ولا هيك بالصورة؟ لا بشكل عام انه بالصورة. طب اذا عم بشوفك هو هلا هيك على الشاشة شو بتوجه له رسالة؟ له والله العظيم عيب عليك، انت انسان مشهور يا يعني مشهور. ايه فاس. لا يا طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. ليك ولا؟ لا يا طيب. تا 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 تا. انا عامل له حركه بزي عم يتصور معك سيلفي. يسعدك استاذ. شلونك؟ انت عم تقول انه عملت حركه مو حلوه معك بالصوره، شو هي؟ بس شو هي؟ بس شو هي؟ بس والله عشان تعمل معي مقلب. بسالك عن بالصدفه ماري.
شو بالصدفة يعني؟ مو ظابطة على المؤاخذة يعني، أنا جاي عم بحكي لك لك أستاذ يعني، شو 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 نزلوا يعني؟ ما بعرف صدفة ما بسألك شو الحركة اللي سويتها أنا والله. شو شو الحركة؟ حركة زائد 18 على المؤاخذة، حركة زائد 18 على المؤاخذة يعني، ما بترضاها على حالك لا طول بالك، ما بيرضاها مع نتموي، معك الصورة؟ إيه معك الصورة، الصورة معك هات ورجينا شو. لأن أنا كتير ناس صوروا معي والله. شو الاسم؟ اسمي فراس. عراسي أنا فراس. ليك هي هي. لا يا زلمة. هي هيك باينة. سوري. أكيد هاي مطبقينها أنتم سيك سيك. لا 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 ما عم مشغولي على مو جوز أنت عم تحرك إيدك أو شيء. أو أنا محرك إيدي أنا بدي أعمل هيك. مؤاخذة أنت أستاذ، أنت إنسان مشهور على عيني ورأسي، طلبنا منك نتصور تجيهم تعمل لي. لا يا ابن حلال مستحيل أعمل هيك أنا أعمل لك. بجوز ما بجوز أنت مو قلب الموقف مني. لا لا رو رو كيف بدي روق يعني عدم مؤاخذة حد حالك بهالموقف ترضاها؟ فاهم علي؟ أنا مستحيل أعمل هيك شيء. فاهم علي؟ هو بقلب اللوكيشن بجوز عم بيسلم على شي حدا أو عم بيأشر هيك، عم بيأشر هيك لشي واحد. لا لا مبينة شو اسمه. أو عم بيقول له مثلا تعال لشي حدا يلا قطع. لا ما لقيت تصور غير على حظي إنه تعال شوف تعال شوف. أخي ها هات لصورك صورة. لا ما بدي يا سيدي. ها شوف شلون خطلع نظامي. لا بيعمل ياهو أنت. لا طول بالك يا زلمة والله ما في هيك شيء. أنا كنت عامله معي فصل شيء. لك لا نصورك. أنا حأتأكد لك هلا من الصورة بإيدي. وفرحان قوي. لك ليش مزاوي لك ما منتبه. الله يعزك. والله بمزح معك. إن شاء الله صورتها. إيه صورتها خلص. لا لا عم حيا هذيك والله. مزح معك فراس فراس. هاي مو بس هي الحركة، هي حركة مزح. طلعت. اه يا سلام حبيبي الاقلام اعطاك واحدة بتصير تريند بكره ورجيني شو يعني. انا هنيك مرقناها بس انا هون كمان قرنت عدم مؤاخذه. لا يا ابن الحلال بالمزح بناء على هذيك الصوره عم اقول لك شلون بتصير لما جد. هلا والله يعني انا بصراحه انا بصراحه يعني يعني انصدمت من الموقف يعني. هذيك انت اخذينه هو عم بيحرك حاله اختصت لك. لا هذيك مبينه جرافيك. تعال لا ترجع طلع تعال انا بساوي هيك شغله مستحيل مستحيل. كلها هيك باينه انت عم تحرك هيك او شيء. يا اما مثلا انه صفي عم نادي لحدا او شيء او كذا مثل ما قلت انت حبيبي يا فيك. احلى استاذ رواء صافي يا لبا. صافي رواء يا لبا. صافي رواء سلم على الاستاذ. الله يسلمك. تمام سماح يعني خلص سامحتني شو؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت بجوز عم تصور معه عم تعمل هيك هيك عم تنادي لشي حدا؟ لا عم بيني مطبقينها تطبيق على شو اسمه؟ واردك كمان. الآن في شغلة مخبية عليك من أول حلقة. شو هي؟ إنه نحن السبونسر تبعنا اليوم بده منك تربح سيارة، فأول حدا بده يمرق بدك تربحه سيارة، بس برافو عطيلي إياك مفاجأة. لك في سيارة لكن مصداقية القناة أهم من كل شيء، كيفكم؟ أهلا وسهلا. شو أخباركم؟ هي أنتوا أول حدا بيمرق، قربوا لعندي لهون. أول حدا بيمرق. هلا الأستاذ أندري. أهلا وسهلا. بدي ألعبكم لعبة. إذا حذرتوا فيها زوجتها؟ إيه زوجتي وبنتي. إيه عمري؟ سبعة. لا تخافي بابا ما بيعملوا شيء هدول مقابلة. خجلة. إيه عادي. قديش صار لكم متجوزين؟ 10 سنين. 10 سنين. الله يخليكم لبعض. شو بدنا نلعبهم هيك شيء لعبة لنربحهم؟ لعبهم في جائزة. في جائزة سيارة. هيك عم يقول. لك فرد ضربة. فرد ضربة. بحكي لك أنا نصيبي بالحديد بالحياة آخذه بالسبانة. بس. السيارة والله بيقفل. لا تربحوا سيارة معنا. فرد ضربة. هو عم يقول أول ناس بيمروا من هون. حذرهم شيء عن أعمالك. شو اسمك مثلاً مسلسل كذا؟ إذا حذروا بيربحوا. لا بدي حذرهم حذيرة تانية لشوف. بحذروا هدول. بس هي حذيرة أنا مخترعها. ها. اسمعوا. تا 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 مو انت ذاك انا ربحت السياره. يلا كلنا سوا يلا كلنا سوا. لا عليك حذر. عندي هو حذر عدلنا يا هو حذر عندي. لا بتكون كلكم سوا انتوا الثلاثه تقولوا. نحن بنقول انا وفادي. انتوا بتقولوا لا خلص صعبه. تعرفي تقولي ترى تا 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 يلا تا تا را تا را تررم 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 كلكم سوا يلا سوا. خلاص تا تا را تا را تررم تررم تر هات التليفون انت صوتك تا تا را تا را تررم 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 عيب
تفضلي. ربحهم يا ما عم يعرفوا خلص وصلت السيارة. الف مبروك. على راسي حبيبي الله يكثر من هالمقابلات حبيب قلبي. على راسي وصلت السيارة. ليك ليك وصلت الف مبروك. اي سيارتكم؟ لحظة لحظة فادي شو هذا سيارتي يا زلمة؟ لا شو سيارتها؟ سيارتي لا شو سيارتك يا زلمة؟ لك لحظة 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 توكل الله شو لحظة مالك دندنت لك على السبعين انا بس انزل هاي سيارتي تا تا لحظة شو سيارتها؟ سيارة مين سيارة؟ لحظة خلص عنا سيارة الغنية هاي سيارتها؟ لا والله ما بتعرف هاي سيارتي هاي من الشركة هاي مزينة من الشركة جاي هدية مو سيارتها لتكون تشبهها حبيبي استاذ انت اكل ضربة شمس هاي السيارة هدية لنا لا مبروك اول شيء لكم السيارة لا والله سيارتها وكل الله ما بتدوسها شباب انا هون بس لحظة انا بحياتي ما شايف حديد غير هلا وين جاي تاخذ حاكيني كلمة حاكيني كلمة يا استاذ انت اعطيني مجه براسك بس على المقابل حاكيني كلمة خلاص بس دقيقة يا استاذ اندري لك دقيقة لا بس دقيقة دقيقة 10 مرات بس يا شباب لحظة لحظة بس حشوف كأنه في غلط صار بس لحظة قلت لي سيارة لحظة زمور تاني مبارك فادي لحظة استاذ اندري بس تحاكيني كلمة على جنب بس كلمة على جنب بس كلمة على جنب كلمة على جنب بس ياك كلمة بس كلمة على جنب اعطيني مفتاح ما انا اعطيتك المفتاح ايه دقيقة بس لا والله ما انا اعطيتك المفتاح بس حاكيني كلمة على جنب حاكيني كلمة على جنب بس بس لو سمحت خلي البنك عاطي منظر السيارة تريرم ليش غنيت انا ليش غنيت بس حاكيني كلمة على جنب السيارة نحن لك بس لو سمحت بس كلمة نحكي مع الاستاذ نحن نربحنا سيارة تمام بس مخربطين بس عم نحكي كلمة لو سمحت لو سمحت بس شوي بس مخربطين الشباب بالإنتاج فاكرين تصوير بعد بكرة فالشاب منه لحاله متصرف مزين سيارتك بس أعطيها إياها يعني بكرة بعد بكرة بالكتير لأنه حرام مشان فرحتهم فيها يعني لا لا جاي السيارة اسمع مني اسمع مني انزل شوي الحكي اللي عم تحكي هذا ليك ليك السيارة تبع الشركة خود سيارة الشركة اللي جاي أحدث منها ما بدي والله بسمع عنك انك كريم شو بعدين حتى لو سيارة انتوا ربحتوا سيارة ربحتوا سيارة بس سيارة بتاخذوها من فادي وبتاخذوا سيارتي اكيد اكيد تعالوا تعالوا عندنا الشباب بس شو هاي انا لو سمحت استاذ بهون عليك تقوم البنت بهون طبعا قعدت رخيتها البنت بهون عليك تقوم البنت طفله وين احلام الاطفال خلص طلعوا بتعرفوا الشوارع انا هاي السياره انا ما باخذ لك انت بتاخذ السياره اللي جايه من الشركه فادي ليك العالم كله عم تفرج خلص هلا وقفوا التصوير خلص محرزه بيناتنا مشان سياره وين هلا عم اقول لك كوم حديد يعني دغري خلص وين لزات بالسياره بس كلمه على جنب ولا كلمه كلمه على جنب من هون اعطيني ونحن ما نمزح طب خلص مين اول نحن ولا انت لو سمحتيني اعطيني المفتاح خلي المفتاح معي ما بامن فيك مين لك لا لا اعطيني لك انت مضبي بالسياره ما قلت لك اطلعي بالسياره صار عندي سياره انا ما تحكي معي خلص انتو خلص لا 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 وين الله وين طب بس زين لك شغله بس زين لك شغله بس زين لك شغله شلي هدول شلي لا 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 تروح زين السياره شايف هدول كلياتهم هدول كلياتهم كانوا مقلب فيك بس سيارة مو مقلب حتى الشباب هون شو أخبارك حتى العروس كمان هون حتى الصور شو العروس هاي أهلا أهلا أهلين قلت لها لبنتي أوه تحضر غليصة هون لا إياه بكرة متغب دوا صالة لا هاي بوسة من بعيد طيب ها كل الشباب هون كل ياتهم كانوا معنا بس ما تكون دايات أو صالة لك لا أنا حاسس إنه في شيء يعني بس أما خلاص أوكي أحلى فادي وشكرا لكم هذا مقلب هذا مقلب هذا مقلب يلا يا مركبة بياخذكم شوطة يلا شوطة نهاية هاي الحلقة إذا حبيتوها أكيد حبوها للحلقة نشفنا لك دمك لا تواخذنا عملونا لايكات كثير تعليقات حلوة للأستاذ أندري شو باي